نصبح الجميع بالخير والمحبة والسرور، وأكيد مع عنوان حلقتنا لهذا اليوم نتكلم عن الدراما العمانية. الدراما العماني اللي راح تظهر على تلفزيون السلطنة ابتداء من الأول من شهر أكتوبر المقبل ولمدة 75 يوم. تصوير لمسلسل محلي بعنوان اسمع وشوف مع كوكبة من الفنانين ونجوم الدراما العمانية. روحوا ياكم أحبتنا مباشرة ويا ضيفنا في هذه المحطة الفنان صالح الزعل. نصبح عليك بالخير. الله يصبح عليكم بالنور، جزاكم الله خير على التواصل والاهتمام. أيضا دائما أنتم سباقين في مثل هذا برامجكم يعني دائما واجب. أستاذ الصالح، بداية يعني كذا حابين نتعرف على تفاصيل مسلسل اسمع وشوف بشكل عام، على أساس أنك ما تحرق الأحداث بعد من ناحية أخرى. لا لا بحرق، لكن احنا على العموم يعني اول شيء سعداء بالدراما عادت يعني. وطبيعة الحال يعني العودة هاي ان شاء الله تكون الاستمرارية لأراد الله بإذن الله. نعم، وبالتالي احنا يعني توقف بدعم اكثر من سنتين، والحمد لله الامور بدأت تدرج تدريجيا من ناحية الجائحة هذه. فإن شاء الله هذه البداية، وإن شاء الله بتكون الأمور متواصلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. أغلب الأسئلة أستاذ صالح، كونك أيضا أنت خلاص يعني قريت سيناريو المسلسل ومعاك الفكرة العامة، فأغلب المشاهدين ومحبين الدراما العمانية تسألون يا ترى هل راح يتم مناقشة قضايا جديدة؟ والله شوفي، هو العمل ليس بالكوميديا البحتة يعني، إنما هو العمل خفيف وجميل، كوميديا اجتماعي، في نوع تراجيديا فيه يعني، هو متصل منفصل يعني، في الحلقة تتكلم عن موضوع يعني. وهو العمل هذا موضوع القضيطة يلامس الواقع تقريبا، فبالتالي مواضيع مختلفة من حلقة لحلقة، وكلها قضايا يعني من الواقع يعني. هي حتى في مسألة الجائحة يعني، حتى الحلقات تتكلم أيضا عن الوضع اللي عشناه في خلال الجائحة كورونا. نعم. فبالتالي كل حلقة تختلف عن موضوع، يختلف عن الآخر، وكلها تقريبا من شيء يلامس الواقع اللي عايشينه خلال الفترة الماضية يعني. نعم، عشناه في الفترة الماضية. نعم، ودائما يعني هذا هو تسلسل يعني الدراما أستاذ صالح، إنها تحاول قدر الإمكان يعني تلتقط أو تلتمس قلوب المشاهدين. نتكلم عن الصدى اللي صار بالأمس، خصوصا يعني يمكن لاحظت ردود أفعال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم لاحظت، ويعني غير الاتصالات أيضا. فبالتالي أكيد الناس هم مثل ما إحنا سعيدين، يمكن هم أيضا متشوقين لأن يشوفون العمل الدراما العمانية تعيد نشاطها ويشاهدونه من خلال التلفاز، فبالتالي حتى الجمهور وحتى الناس كلهم متفاعلين مع هذا الخبر يعني. نعم. واحنا الحمد لله يعني ايضا زملاء، كل الزملاء مرتاحين وبدعم سعادتهم وراحتهم بان الامور رجعت الى طبيعتها. وإن شاء الله يكون الأعمال أيضا جاية في الطريق لراد الله بعد هذا العام بإذن الله. بإذن الله تعالى. نتكلم أيضا أستاذ صالح، يعني كونك أنت أيضا في المجال الفني ما شاء الله من بدء الدراما العمانية ولغاية اليوم لعام 2021، الأغلب كان يتسأل أيضا بمسألة لكنة اللهجة العمانية. نعم. والله شو إحنا حريصين، أنت تعرف أن العمان فيها عدة لهجات. فهو يعني الكاتب هو أصلا من باطنة، وفي لهجته قريبة من باطنة، ولكن احنا نتكلم سواء بالباطنة أو بالداخلية أو الجنوب أو الشرقية، فهي أهم شيء هي اللهجة العمانية، وإحنا حريصين بالتمسك باللهجة العمانية المحلية. نعم أكيد أكيد. نعم. وعندنا مشاركين من دول الخليج، عندنا من الإمارات، وعندنا من مصر، من بحرير، وعندنا ربما من مصر. هذا قاعد نعذرهم يعني بلهجتهم، ولكنها قريبة لهجاتنا الخليجية عموما يعني، ما فيها فرق يعني ما بيننا وبينهم يعني، تقارب جدا يعني.
فعلا. واحنا دائما نحب اللهجه الخفيفه المتوسطه، اللهجه اللي هي مثل ما يقولون لهجه الدراما، وده اللهجه البسيطه المتوسطه هذه اللي الكل يستحسنها ويسمعها وخفيفه على اللسان يعني. نعم نعم. ولهجتنا حلوه وجميله ونحب نحافظ عليها، ولا يمكن يعني احنا تكون احنا نختار لهجه على لهجه سواء من الباطنه والشرقيه والداخليه، فاللهجه كلها واحده يعني. نعم نعم، نقدر يعني نسمي ب ب ب يعني يعني بطريقه مختلفه ان راح نسمع باذن الله تعالى لهجه اهل الباطنه. هو شوف الكاتب من الباطنه. ايوه. واغرب اكيد بعض المفردات هي من الباطنه، وحلو يعني ها التنوع وخفيفه يعني، واللهجه كلها احنا حلوه سواء الباطنه او المناطق الثانيه او الشرقيه او الداخليه يعني خفيفه دائما خفيفه يعني. نعم. بالتالي يعني فيها بعض المفردات يعني بحكم ان الكاتب والمؤلف هو الاخ يوسف الحاج، طبعا هذا له تجربه في الكتابه يعني سواء يعني في عمان او كان في الامارات او في الخليج. نعم. بالتالي كاتب يعني عارفين احنا طريقه اسلوب كتابته يعني. نعم. ومتعودين عليه. نعم. طيب استاذ صالح، احنا شاهدنا ايضا يعني قام من الممثلين في الدراما العمانيه خصوصا في هذا المسلسل اسمع وشوف، يمكن ايضا السؤال يطرح نفسه من جهه اخرى، هل راح نشاهد ايضا يعني وجوه الشباب في هذا المسلسل؟ اي نعم، في شباب يمكن لاول مره، وفي شباب اللي كان لهم تجربه يعني ما كبيره ومتوسطه وهذه بداياتهم بيكونوا متواجدين، لان العمل هذا يضم كثير من الشخصيات كثير سواء نسائيه ورجاليه، فاكيد في وجوه جديده، وفي يعني شباب ايضا لهم جانب كبير من الاهتمام في هذا العمل. نعم. فهو يضم شخصيات كبيره بحكم انه كل حلقة فيها كذا شخصية، أكثر من 10-12 شخصية. نعم. وايد ممثلين ما شاء الله. نعم. وبالتالي في 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 يعني جانب حلقات كلها أدوار شبابية يعني. نعم. ولكن احنا يعني مثل ما تقولون يقولون احنا ك يعني فيها شخصيات كبار في السن وكذا واحنا ان شاء الله يعني بينضمون لنا يعني في كل حلقه معنا جانب او شباب يعني بدوا في هذا المجال، وفي شيء من وجوه جديده جايه. نعم. نعم نعم، هذه الحلقه المفقوده استاذ صالح، يمكن نحن اليوم شفنا ايضا بالامس بعض الزعل يعني نقدر نقول ان ليش ما في وجوه جديده على الشاشه العمانيه، وليش ما يكون هناك ايضا مزيج ما بين الخبرات القديمه مع الخبرات الجديده؟ والله شوفي احنا يعني كثير احنا الاعمال الاخيره كانت في وجوه جديده يعني، لكن تعرف العمل ما يقدر يجيب كل الممثلين عمل الا في 20-30 شخصيه يعني، بيكون مناصفه بين الشباب وبين لهم تجارب او لهم خبره في هذا المجال. نعم. فبالتالي ما نقدر نجيب كلهم يعني العمل الا في 30 شخصيه يعني، عندنا ما شاء الله احنا وجوه وايد عندنا ممثلين بعدد كبير فعلا، ما نقدر نجيبهم كل واحد، وفي بعض منهم يقول يعتذر مثلا يقول لك ظروفي عملي ما يسمح لي كذا، لكن ترى هذا ليس هنا يتطلب ليس عمل، مفروض في الاستمراريه عشان ما ليس عمل واحد انما عملي، بعد العمل يكون عمل يعني يعني نبتعد عن الموسميه مثل ما يقول فعلا. فبالتالي لما يكون في اكثر من عمل هنا يبرز دور الشباب اكثر. نعم. فبالتالي هاي شكله نحن احنا العمل هذا كذا يعني من وجوه جديده. العمل الاخر ايضا طلب انه يعني يشرك على الشباب او وجوه اخرى مختلفه يعني هكذا يعني. نعم. فهو استمراريه الدراما، احنا الحين اهم شيء بدات الدراما ترجع، فبالتالي الرجوع هذا اكيد بتكون فيه عناصر اخرى شابه بتشارك ان شاء الله، اما في العمل هذا اكيد فيه.
نعم. لكن الأعمال الجاية أكيد بتستقطب كثير من الشباب يعني والموهوبين والوجوه الجديدة. نعم. نعم. نرجع أيضا للمسلسل اللي راح ينعرض بإذن الله تعالى في شهر أكتوبر، اسمع وشوف العنوان جميل. هو ما شيماء. نعم. أنا بقاطع شوي، هو ما يعرض، هو يبدأ تصويره في يبدأ شهر التصوير. أكتوبر. نعم. 75 يوم يبدأ يوم تاريخ 2 إن شاء الله السبت الجاية والأحد. يعني راح تكون التصوير. عند التصوير وفترة التصوير تقريبا 75 يوم ما يقارب شهرين ونص. نعم. وبعدين طبعا بيدخل المونتاج شهر ونص، لكن هو إن شاء الله بيكون جاهز لرمضان القادم إن الله يعني. نعم. وهذا اللي دائما عهدناه يعني أستاذ صالح، إن يعني رؤية المسلسلات الخليجية على الشاشة خصوصا في شهر رمضان، يمكن خلال الفترة الماضية فعلا افتقدنا هذا الشيء، وأيضا يمكن شفت ردود أفعال الناس ليش ما في دراما عمانية، وخلاص تعودنا يعني إحنا نشاهد القامة العمانية دائما في شهر رمضان، فالموضوع شوي فعلا كان مزعج، لكن يعني للظروف أحكام جائحة كورونا أكيد. وتأثيرها أيضا على يعني القطاع أكيد. الاقتصادي. نرجع على العنوان اسمع وشوف أستاذ صالح. هو اسمع يعني رؤية المؤلف وحسب المواضيع اللي موجودة فيه، يعني تقول حسب المواضيع والحلقات الموجودة هذا الاسم قد يكون هو أنسب للقضايا المطروحة في النص. نعم. يعني عسي رأي شخصي. مثل ما تفضلت قلتي إن الناس تنتظر الثالثة، دائما لما نكون طلع برا وقابل الناس يسألون كلهم كورونا، يعني أيضا المسؤولين والمعنيين وأيضا حريصين على أن لا نتجمع أكثر من فرصة، فهذه الدراما تحتاجين إلى 50-60-70 شخص، وهذه خطورة. نعم. في تلك الفترة. نعم. لكن الآن بعد التلقيح وبعد يعني خفض الحمد لله الإصابات فبدأ الحركة ترجع يعني في كل المجالات. نعم. كل المجالات. نعم. بالتالي إحنا ما كان المسؤولين يريدون يجازفون يعني كما تقولي. فهذا يدل صالح اليوم على محبة الجمهور وأيضا. نعم. المشاهد لكم، وخصوصا يمكن. نعم. يعني هذا يدل أيضا على تقربكم لقلوب الجميع، فأكيد نتمنى. نعم. لكم كل التوفيق والنجاح. نختم بكلمات أخيرة منك أستاذ صالح بمناسبة المسلسل الجديد. والله نتمنى إن شاء الله يكون حسب التوقعات هذا العمل، وإحنا حريصين جدا بأن هو التحضير له تحضير جيد الحمد لله، خاصة التلفزيون. التلفزيون لما ينتج عمل مع احترام للشركات الإنتاج، ولكن التلفزيون يختلف شوية، إنتاج التلفزيون أكثر حرصا يعني واهتماما في إثراء إنتاج غني وثري، يعني لما ينتج عمل يعني بجميع النواحي، بالتجهيزات، بالأماكن التصوير، بال مختلف أنواع الجيدة اللي تظهر العمل بشكل رائع، وإحنا متأملين إن شاء الله أن العمل هذا يكون يلاقي إن شاء الله قبول الناس والمشاهدين لبعض الله. بإذن الله تعالى تحياتنا لكم بالتوفيق. شكرا لك أستاذ صالح. العفو، أحسنكم جدا وأنتم دائما يعني سباقين في المواضيع، شكرا جزيلا لكم. أحسن. واجب. شكرا لك. شكرا.